السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتشكرك أستاذ على الكورس. أنا عربي، أنا من الجزائر. أهلا وسهلا. شكرا. والكورس ديالك يعني أنا فاهمه كويس، لأنه إحنا شركة خاصة وإحنا بنتبع كل هذه المراحل تاع الدوكيمنت كنترول مانجمنت انفورميشن. والمشكله انه احنا عندنا ايزو 2015، تمام. واحنا في شركتنا تخصصنا في البيم بيلدينج انفورميشن موديلينج. والسؤال اللي عاوزه اطرحه هو، هل يعني يكفينا اننا نبقى يعني نبقى نستعمل الايزو 2015، ولا لابد ان نروح للايزو 19650؟ والله هو على حسب السكوب بتاعكو في الشركة عندكو. يعني أنا بالنسبة لي اللي أنا عارفاه إن الأيزو 2015 9001 على 2015 ده بيتكلم على الكواليتي مانجمنت سيستم. هل أنت هتطبقي الكواليتي مانجمنت سيستم في الشركة عندك ولا لأ؟ احنا نطبقه الكواليتي مانجمنت، نطبقه من كل المراحل، البروسيجر كل المراحل نطبقها في الشركة عندنا. تمام، يبقى هتستمروا على ايزو 9001. نستمر على 9001 بس، هتستمروا على 9001 لحد ما يحصل له ابجريد ويبقى ينزل له الفيرجن الجديد بتاعه. اوكي، متشكر، اتشكرك على الكورس. شكرا، العفو، شكرا، ميرسي. ميرسي صح.